أعلى. في فبراير الماضي أصدر دراسة هاجم فيها التعديلات الدستورية وقال إنها تعطي الجيش فرصة التدخل ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا. نسي إن ده معناه كان الهدف هو حماية الدستور وحماية الدولة المدنية، لكن هم أحرار. كمان في نوفمبر 2018 المركز أصدر دراستين، الأولى يدعي فيها أن مصر بتحاول السيطرة على ليبيا من خلال دعم المشير خليفة حفتر، والتانية بتدعي أن النظام الرئيس السيسي نظام يعني تآمري وغير ذلك من هذا الكلام. الحقيقة يعني هذا الكلام الذي يقال ويتردد كل سنة وكل وقت الهدف منه مصر. ما يفعله هذا المركز وغيره من دراسات مسمومة ومشبوهة ومهاجمة كل ما يتعلق بالجيش المصري أو الجيوش العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو الجزائر أو تونس أو العراق أو المملكة العربية السعودية، يعني باختصار أننا أمام مركز متفرغ بالكامل لمهاجمة الجيوش العربية والدولة الوطنية. ده مركز كارنجي ودي أهدافه التي لا تخفى على أحد، ولكن خلينا نتكلم معاكم بالأرقام ضد ما يتم ترويجه من أكاذيب حول دور الجيش المصري في الاقتصاد. وعايز أقول في البداية أن مشاركة القوات المسلحة في تنمية الدولة المصرية ومشروعاتها الكبرى هي حق أصيل للشعب المصري، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مش عاجبه يتفلق. ولكن كمان خلونا نتكلم بلغة الأرقام. البيانات الرسمية المعتمدة لدى المؤسسات الدولية بتقول أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 61.1%. تشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع العام المدني تبلغ نحو 36.4% من حجم الاقتصاد المصري. نسبة مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري لا تتعدى 1.8% من إجمالي حجم النشاط الاقتصادي في مصر. النسبة دي بيشارك فيها القطاع المدني كمان بنسبة 1.4%، بما يعني أن النسبة الحقيقية للقوات المسلحة هي كلها 4% من المشروعات اللي يتولى الإشراف عليها وتنفيذها الجيش المصري بهدف إحداث تنمية حقيقية في البلد، وفي نفس الوقت تشغيل العديد من الشركات المدنية الأخرى. في أكثر من 5 مليون مصري اشتغلوا مع مشروعات الجيش في الفترة اللي فاتت. طبعا بعض المشروعات اللي أقامها الجيش المصري دخل فيها لأهميتها وضرورتها، ومنها على سبيل المثال إنشاء مصنع العريش للأسمنت عشان يوفر احتياجات القوات المسلحة بعد ما أعلنت الحكومة سنة 2005 بيع حصتها بمصنع السويس للأسمنت.